اختتم مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط أعماله بمركز دبي التجاري العالمي، والذي نظمته وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات وبرنامج الشيخ زايد للإسكان. ويأتي تنظيم المؤتمر والمعرض بعد أن استطاعت دولة الإمارات أن تصنع لنفسها مكانة على الخريطة العالمية في قطاع السكك الحديدية، ويلعب هذا القطاع الحيوي دورا مهما في اقتصاد الدولة، والذي يعد من أكثر اقتصاديات العالم نموا. واستهدف المعرض إبراز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في قطاع تطوير السكك الحديدية وتجميع وزارات النقل والمواصلات من دول مجلس التعاون، لتشجيع المضي في تأسيس شبكة السكك الحديدية لدول المجلس كمساعدة مشغلي خدمات السكك الحديد في المنطقة لتوفير شبكات سكك حديدية عالمية المستوى تتسم بالفعالية والأمان وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية في أنحاء دول المجلس، وأن يكون بمثابة منتدى إقليمي للاطلاع على المعرفة والمنتجات العالمية حول صناعة السكك الحديدية.